بص يا جماعة، المسواك ده ايه رأيكم؟ بص كم واحد بقى. بس كله ماسك المسواك عمال بيدعك في بقه. المسواك ده تقريبا يعني احنا اخدنا منهم واحد، ده عبارة عن شجرة، نوع شجرة ما، زي هو زي المسواك ولكن ده شجرة بمعنى تقيلة جدا. يعني دي بس دي ممكن، يعني دي انا عضيتها 50 مرة عشان تتنيل تهدى شوية، مفيش فايدة. هي بتنضف بس بتعور في نفس الوقت. بس المسواك ده طعمه احلى بكتير من اللي عندنا بقى، اللي احنا تعبانين فيه وحاطينه في الكتات بتاع، جايبهم من الشجرة مقسمهم، فاهم؟ شجرة يعني ملهاش قفا يعني. بس قلت اوريهولكوا، يعني احنا في كينيا عامة، ده في كينيا مسواك كينيا، حتة شجرة ناشفة، بس نوع القشرة بتاعتها بتروح بتطلع بسهولة، عشان كده بيعملوها مسواك. خير خير.